نماذج التعايش السلمي في مملكة البحرين ليست وليدة اليوم، بل أن تاريخ البحرين القديم والحديث سطر الروح الجميلة التي يتمتع بها كل من سكن ويسكن أرض البحرين. قصص ربما تروى لأول مرة، ولكن عمرها مسجل بتاريخ قديم. نتابع. جيت في آخر السبعينات على البحرين واشتغلت في الأمريكان ميشن أز لايبريريان، وبعدين اشتغلنا وشفنا الناس. بعدين أنا صرت بحب الكنيسة، مروا على الكنيسة كل يوم، في عنا صلوات في الكنيسة، إشي بالعربي إشي بالإنجليزي. لو أقول لك أنت ما 16 لغة، بنصلي ب 16 لغة لأنه different nations موجودين بهذه الكنيسة. الشعب طيب، عندهم تسامح ديني، عندهم احترام الأهالي العائلات. كنا يعني شو بدي أقول لك، إشي برفع الرأس. جلالة الملك حمد عمل كل التسامح لكل الديانات، موجودة بكل الديانات، وأعطى 9000 متر مربع للأرض للفرنسيسكان للقلب المقدس، وبنوا كاتدرائية، والكاتدرائية موجودة بعوالي. وبعدين هالتسامح الديني وين ما تروحي مروح، فيش خوف فيش تفرقة. جلالة الملك بدعوته لقدسة البابا يجي على البحرين، ونحن فرحانين، حتى يعني فرحنا إيش زيادة. كل صباح أنا يعني ما بفيق بطلب الصحة والسلام لجلالة الملك، لأن إحنا عايشين في أمان وفي سلام وفي خوف. أبويا بناء كل شيء منه، وهو كان مقاول معروف. البحرين هي سلام، ما يحتاج واحد. منو ما يجي هنا يقول حاجي مرة سنة سنتين ويضل عمره كله بالبحرين، لأن البحرين هي بها نكهة غير. كل يوم الأحد بالصلاة نذكر نقول صلاة خاص للملك والولي عهد والشعب البحرين. قبل ما يبدي القداس لازم هذا نقوله أول كل شيء، ونصلي صلاة وبعدين يبدي الصلاة مالتنا القداس. نحن بالبحرين الله يحفظه بوجوده، هو مخلي كلتنا نحن عايشين عايشة عائلة واحدة، مخلين الشعب كل شعب عايش كل دين كل أندي عايشة عائلة واحدة. بس ما كوفة عائلة، نحن بحرين وهاي بصايت براسة، وإن شاء الله الله يحفظها مثل ما صوى نحن حلمنا حققها. إن شاء الله يا ربي أحلامه كلها تتحقق إن شاء الله، ويحفظنا يا ربي ويحفظ الشعب البحرين عندنا. كلنا منعرف جلالة الملك قديش رجل منفتح ومتسامح تجاه الأديان، وقديش أكيد سمو ولي العهد رئيس مجلس وزراء عنده انفتاح إلى الأديان، عنده حوار. وبتعرف الانفتاح والحوار مطلوبين من كل إنسان وخاصة من كل قيادة. أكيد بالبحرين منعرف إذا عندهم انفتاح حوار من قيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الوزراء وشعب البحرين. هو شعب منفتح متسامح متقبل الآخر. Here in Bahrain we see that so many people with a different culture. هنا في مملكة البحرين نرى الكثير من الناس من مختلف الأديان والثقافات، جميعهم يتعايشون معا بسلام، وأعتقد بأن هذا شيء جميل ومميز، بأن البحرين بلد يتسم بالتعايش السلمي، وأن جلالة ملك مملكة البحرين يبذل الجهود ويطلق المبادرات حتى تتعايش مختلف الأديان والطوائف مع بعضها البعض. أعتقد أن هذه الرؤية جديرة بالفخر، وأرى أن على جميع القادة من جميع المجالات الدينية والسياسية أن يقتدوا بهذه الرؤية، لأنه مهم لكل بلد أن يتواجد بها السلام والقدرة على العيش بها بمودة وإخوة، وهذا ما سيساهم بشكل رئيس بأن يعيش كل فرد حياة يسودها الخير والسعادة. المجتمع البحريني له دور يعني يثبت البحرين كمركز للتعايش، بسبب ان في كلمه جدا حلوه ان كل واحد لدينا. طبعا نحن هني في المنامه كل الاديان موجوده، ونحن مرتاحين من ناحيه ان الجميع موافقين على الاديان الاخرى، يعني الجميع موافقين على
طريقة المعيشة مع بعض. With great pride and happiness, I would like to mention. بكل سعادة وفخر عظيم أقول بأنني أنتمي لعائلة تقيم في البحرين منذ عقود عدة. إذ منذ قدوم جدي الأكبر ككاهن في القرن 18 إلى هنا، ومنذ ذلك الحين ونحن نقيم في البحرين، لطالما شعرنا بالسعادة بالعيش في مملكة البحرين. ومنذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، التمسنا المزيد من الدعم والقوة من قبل جلالته، والذي بقيادته الحكيمة لم يقدم الدعم لمجتمعنا وحسب، بل لجميع الأطياف في مملكة البحرين. ندعو الله أن يحفظه ويرعاه بلطفه. In entire world as the paradise of peace in his wise leadership.